ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ما حدث بين إسرائيل وإيران هي أول مواجهة بين الفرس واليهود منذ مبعث سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا الحاضر، لكنها انتهت تقريبا في 10 دقائق وصفر قتلى وصفر إصابات. وإذا كان أهم نقطة في الحروب وفي رد الصاع صاعين، هي المفاجأة وأخذ العدو على غره. وأقرب مثال على ذلك ما فعلته حماس مع إسرائيل وما فعله تنظيم القاعدة مع أمريكا. فهذه أول حرب في التاريخ يخبر فيها العدو عدوه بتحركاته وموعد قصفه وزمن وصول الطائرات، بل يرسل تطمينات قبل الهجوم إلى الراعي الرسمي أن الرد سيكون محدود وبدون إصابات لحفظ ماء الوجه واستدراك الشعبية المنهارة. فهل استفادت غزة التي يمسح في قضيتها كل تافه عاره؟ هل استفادت من هذا العمل أم خسرة؟ وقد يقول قائل، لماذا لا يفعل العرب كما يفعل الإيرانيون ولو من باب المسرحيات؟ وهل أدرك يحيى السنوار خطأه الكبير في توريط أهل غزة في حرب لا طاقة لهم بها بعد أن رأى حلفائه من الروافض يتجنبون المواجهة مع إسرائيل قدر المستطاع، مع أنهم أقوى من يحيى السنوار بمراحل وأكثر عددا وعدة؟ وخلونا نقف مع هذا الحدث عدة وقفات، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك، ولا تنسى أن اللايك الذي تضعه لهذه الحلقة لا يضرك وينفعنا ويجعلها اليوتيوب من ضمن المقترحات حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين، كما يسرني تواصلك على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وعلى السناب وعلى التيك توك، وتجد روابطها في الأسفل. وفي السناب ناخذ ونعطي معكم في أحاديث كثيرة وأحيانا بعيدة عن السياسة، ونرد على أسئلتكم واستفساراتكم. وكما عودناكم بسم الله نبدأ. الوقفة الأولى، قد يقول قائل، لماذا لا يفعل العرب كما فعل الإيرانيون ولو من باب المسرحية؟ فنقول في هذا الأمر أن الصراع العربي الإسرائيلي شهد 4 حروب ضخمة وحروب حقيقية كانت في أعوام 48 و56 و67 و73، راح ضحيتها وفقا لما هو سائد ما يزيد عن 250,000 قتيل، وبلغ مجموع ما أنفق في تلك الحروب حوالي 300 مليار دولار. بعد عام 1979 توقف العرب عن مصاولة إسرائيل لسبب خطير ومهم، وهو الشر القادم من الشرق، وهو نجاح ثورة الخميني في إيران عام 1979 واستيلاء المعممين على السلطة في إيران. الخميني القادم من العاصمة الفرنسية باريس، وحطت به طائرة فرنسية في مطار طهران، وهبط من الطائرة بمعية جندي فرنسي. ومنذ وصول الخميني إلى الحكم أعلن عن سياسة تصدير الثورة عبر نشر التشيع والجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران في البلاد العربية السنية. وكما هو متوقع وكان خوف العرب السنة مبررا وفي محله، لم يخلف الروافض الظن فيه. فبعد سنة من ثورة الخميني، أي في عام 1980، نشبت الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت 8 سنوات كاملة انتهت إلى لا شيء. وبالرغم من ذلك كلفت هذه الحرب أكثر من 1,000,000 قتيل وخسائر مالية ضخمة بلغت قرابة 400 مليار دولار. دامت هذه الحرب 8 سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية. أثرت هذه الحرب على المعادلات السياسية في الشرق الأوسط، وكان لنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدت إلى حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة وإسقاط نظام صدام حسين. لم يسلم الفلسطينيون أنفسهم من الشر القادم من الشرق. ففي عام 1985 قامت الميليشيات الرافضية الإيرانية باقتحام مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت، تكرارا لما فعله الجيش الصهيوني والجيش الماروني في عام 1982. قام الروافض بمذابح هائلة في أهل السنة، وانطلقت حركة أمل الشيعية التي خلفها لاحقا حزب الله، انطلقت في حرب مسعورة تحصد الرجال والنساء والأطفال من أهل السنة، كما أحرقوا جزءا من دار العجزة. استعانت حركة أمل الشيعية باللواء 6 من الجيش اللبناني المكون من عدد كبير من الرافضة، حيث خاضوا معارك شرسة ضد المسلمين السنة في بيروت الغربية. وعندما سأل الصحفيون نبيه بري عن الأسباب التي دفعته لاحتلال بيروت الغربية، أجاب بقوله: بيروت الغربية عاصمة لبنان وملك لجميع المواطنين وليست حكرا على أهل السنة. كانت حصيلة ذلك العدوان على أهل السنة
السنة في لبنان، أكثر من 3000 ما بين قتيل وجريح، وأكثر من 15000 مهجر، وحوالي 90% من المنازل تهدمت كليا أو جزئيا. لقد بلغت المذابح التي ارتكبتها حركة أمل بحق أهل السنة مبلغا جعل مراسل صحيفة الساندي تايمز يقول إنه من الاستحالة نقل أخبار المجازر بدقة، لأن حركة أمل تمنع المصورين من دخول المخيمات، وبعضهم تلقى التهديد بالموت طعنا بالسكين. ومن ذلك التاريخ حتى هذا التاريخ تمددت إيران في أغلب البلاد السنية، واستولت على عواصم سنية كبغداد وصنعاء ودمشق، والدول التي لم تستطع التمدد داخله أشغلته بدعم حركات ما يسمى الإسلام السياسي وجماعات العنف كالقاعدة وداعش والإخوان المسلمين. ولعلك تلاحظ أن هذه الحركات المسمى إسلامية كالقاعدة وداعش والإخوان المسلمين، أهل السنة منهم في عناء والرافضة منهم في راحة. لقد قامت الميليشيات الإيرانية منذ إنشائها بمذابح في أهل السنة العرب لم تقم بعشر معشارة إسرائيل منذ إنشائها. الوقفة الثانية، هل أدرك يحيى السنوار خطأه الفادح في حق أهل غزة؟ فقد أدخلهم في حرب لا طاقة لهم بها، فها هم حلفاؤه من الروافض الذين ينزل عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن صباح مساء أنه أحد أهم أعضاء حزب المقاومة والممانعة. مقاومة في غزة لتصل إلى ما وصلت إليه بفضل الله، ثم بدعم إيران وإسنادها ماليا ولوجستيا وفنيا، ونحن نراكم لبناء محور القدس، لبناء محور القدس، فنتصالح مع سوريا الأسد التي تمثل أحد ساحات الحشد والارتكاز وجند بالشام، ولنطور علاقتنا مع حزب الله الذي يمثل الشطر الأهم من جند الشام. ولا يزال يلزمنا جهد كبير في تطوير ساحة جند باليمن وساحة جند بالعراق. ها هم حلفاؤه يتجنبون الصدام مع إسرائيل قدر المستطاع، رغم أن وراءهم دولة قوية كإيران، وحزب اللات يسيطر على أكثر لبنان، وسلاحه أقوى من سلاح حماس بمراحل، وأرضه التي يحكمها أكبر من أرض غزة، وعدد مقاتليه بالآلاف، ومن خلفهم أيضا النظام السوري الذي أصبح رهنا للروافض وميليشياتهم، ومن خلفهم أيضا الميليشيات الرافضية العراقية التي يقدر عددها بالآلاف، وتسليح يفوق تسليح حماس بمراحل. ومع ذلك إسرائيل تتغوط على رؤوس تلك الميليشيات في سوريا ولبنان، وتستبيح إسرائيل إيران طول بعرض، وتدمر منشآتها النووية، وتقتل علماءها النوويين، وتقتل أهم قادة الحرس الثوري. ومع ذلك أدركوا خطورة المواجهة مع إسرائيل لفارق القوة الهائل والدعم اللامحدود الذي تتلقاه إسرائيل من أمريكا والدول الغربية، ولأن أحزاب الروافض يعلمون التدمير الذي سيطال بلادهم، فلذلك تجنبوا المواجهة المباشرة مع إسرائيل. فكيف غرر الروافض بيحيى السنوار وأدخل أهل السنة في مقتلة مميتة؟ الوقفة الثالثة، 6 أشهر وغزة تطحن طحن، وحلف المقاومة والممانعة التي تعتبر حماس نفسها جزءا منه، ويعلن قادة حماس أنهم ركن أصيل من هذا الحلف، ورغم الثناء العاطر الذي يضفيه قادة حماس على قادة الروافض ويقدمون التعازي في كل هالك منهم، إلا أن الروافض لم يقدموا لحليفهم شربة ماء أو كسرة خبز أو قطعة غطاء، بينما تقدمت الدول العربية كلها، بل وحتى الدول النصرانية بما تقدر عليه من الدعم لأهل غزة. واكتفى الروافض بالفرجة وادعاء البطولة وتوزيع صكوك الشرف والخيانة. إن المواجهة المحدودة الأخيرة بين إسرائيل وإيران لم تكن من أجل غزة ولا لعيون يحيى السنوار، بل من أجل قصف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق وقتل أغلب قادة الحرس الثوري، وتدمير ميليشيات إيران في سوريا، وتدمير مخازن أسلحتها. فلا علاقة لأهل غزة بالمواجهة الأخيرة المحدودة بين إسرائيل وإيران. ومن يمدح إيران لهذا العمل أو ظن أن فيه فائدة لأهل غزة فهو أضل من حمار أهله. الوقفة الرابعة، إنه لأول مرة في تاريخ الحروب نسمع أن عدوا أخبر عدوه بموعد قصفه وحربه، بل ويستأذن منه في ذلك. ولو لم يكن للرئيس الأمريكي السابق ترامب إلا حسنة واحدة لكفت، وهو الذي أخبرنا بعد أن قتلت الولايات المتحدة أعظم قادة إيران على الإطلاق وعراب تمددها في كل الدول، والأب الروحي لكل ميليشيات
رئاستها قاسم سليماني، وأرادت إيران الرد على هذه المصيبة الفاجعة. استأذنت إيران من الولايات المتحدة، وأخبرت إيران أمريكا أن الرد سيكون محدودا وبصورة لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن الصواريخ ستسقط خارج القاعدة الأمريكية في العراق، وترجو إيران من أمريكا عدم الرد والتصعيد، وهذا ما حدث فعلا. وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان فهم درس ترامب السابق والحرج الذي تسببت فيه تصريحاته في حينه، فجابها عبد اللهيان من الآخر وبدون تقية، وأوضح أنهم أخبروا الأمريكان بموعد القصف ومواعيد التحرك ومحدوديته. كاخ سفيد تي پیامی بامداد امروز اعلام کرده که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت میگیرد. ما بدنبال هدف قرار دادن افراد. الوقفة الخامسة، لقد رأينا كيف تصدت القواعد الأمريكية والغربية المنتشرة في العالم، كيف تصدت للمسيرات والصواريخ الإيرانية المرسلة على إسرائيل ودمرت أغلبها قبل وصولها أصلا لإسرائيل. هذه القواعد المدججة بأحدث الأسلحة التي ستطحن أي دولة تهدد إسرائيل وتعيدها إلى العصر الحجري. لذلك من يطالب دولنا العربية بالحرب مع إسرائيل من أجل غزة إنما يطلب تدمير دولنا العربية فقط. هل يعني هذا أن نرضى بالذل والخنوع؟ الجواب لا طبعا، فهذا محمد عليه الصلاة والسلام غدر بأصحابه في الرجيع وفي بئر معونة، حيث بلغ عدد قتل الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من 80 شهيد، فاق عددهم من قتل في معركة أحد. كان هذا في السنة 4 من الهجرة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينتقم لأصحابه في تلك السنة، ولم يجيش الجيوش، ولم يجمع الجموع للانتقام من أولئك الغدرة الفجرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قائد الدولة قائد الجيش والنبي الذي ينزل عليه الوحي. كان سبب عدم انتقامه عليه الصلاة والسلام للغدر بأصحابه لسبب بسيط، أنه يدرك عليه الصلاة والسلام أن الاستطاعة غير موجودة وأن المغامرة غير محسوبة، فتلك القبائل الغادرة موغلة في بلاد بعيدة وقريبة جدا من أعداء أعدائه قريش، مما يهدد بمواجهة غير متكافئة بينه وبين قريش. فجلس عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو بعد صلاة الفجر ويقنت على تلك القبائل التي غدرت بأصحابه. أجل عليه الصلاة والسلام الانتقام لأصحابه حتى تتهيأ الظروف، وانتظر حتى واتته الفرصة المناسبة. وبعد سنتين من تلك الغدرة وقع صلح الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 للهجرة. بعد صلح الحديبية حيد النبي صلى الله عليه وسلم قريش عن مواجهته، فتهيأت الظروف للانتقام ممن غدر بأصحابه في بئر معونة والرجيع، فهاجم عليه الصلاة والسلام أولئك الغدرة الفجرة، فأصاب منهم من أصاب وهرب منهم من هرب. هل كان عليه الصلاة والسلام خانعا ذليلا وهو يدرك قوة عدوه وينتظر الفرصة المناسبة للانتقام من قتلة أصحابه؟ الوقفة السادسة، ما أشبه الليلة بالبارحة، فلم يستطع صلاح الدين من تحرير المسجد الأقصى إلا بعد أن هدم الدولة الفاطمية الرافضية وأمن ظهره وأعاد المذهب السني لمصر. لقد أحاطت تلك الدول الداعمة لإسرائيل، أحاطت إسرائيل بحزام وحوائط صد من الميليشيات الرافضية في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق، الروافض الذين لا يوجد في مذهبهم مسجد أقصى، وليس لفلسطين في مذهبهم قيمة التي فتحها الفاروق رضي الله تعالى عنه. فكل دول الطوق حول إسرائيل التي فتتها الغرب كالعراق وسوريا ولبنان تم تسليمها للميليشيات الرافضية الإيرانية، وتم غض الطرف عن تمددها، وتم غض الطرف أيضا عن تسليحها. إن حلف ما يسمى المقاومة والممانعة هو حلف رافضي خالص، فهم يوزعون صكوك الشرف والبطولة لميليشياتهم وتهم الخيانة والعمالة والصهينة لأهل السنة. الوقفة السابعة، إيران دولة كبيرة ولها مشاريعها وطموحاتها وأحلامها التوسعية الاستعمارية الخاصة التي قد تتقاطع مع المصالح الغربية وتتعارض معها، وتتغير سياسة إيران أحيانا حسب الأحزاب الحاكمة لها، لكن إيران وإسرائيل في منطقتنا وجهان لعملة واحدة. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك. شكرا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.